بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد فوزي محمد، والد الطالب عبد الله سعيد فوزي محمد. طبعا عبد الله من اوائل ثانويه عامه على مستوى الجمهوريه، وعبد الله من صغره هو قبل المرحله الابتدائيه وهو كفيف، نتيجه بعض الاخطاء في عمليات الجراحه ادت الى انه بقى شخص كفيف، يعني او طفل كفيف. فمن دخوله المدرسه وهو كفيف كانت معاناه شديده لي وللاسره كلها، ان هو طفل يوصل للمرحله ديت، انه يوصل للمرحله الثانويه فقابلته اعاقات كتيره ومشاكل كتيره، منها ازاي يوصل للمدرسه، منها ازاي يذاكر، منها ازاي يتواصل مع المدرسين، كيفيه التعامل مع زمايله. فدي كلها مشاكل بفضل الله وفضله وفضل والدته قدرنا ان احنا نتعامل مع المشاكل دي، وقدرنا نوصله للمرحله دي. وهو كان من اهم امنياته او من اهم طموحاته ان هو يخش كليه اعلام، والحمد لله جاله تنسيق اعلام واصبح طالب في كليه اعلام. كنا نتمنى من المحافظه او نتمنى من الناس المسؤوله بالعبد الله ان هو بظروفه ديت، كنا نتمنى ان هم يقدروه ان هو معاق او عنده اعاقه ان هو كفيف. كنا نتمنى ان هم مثلا يقدروه لو حتى بتليفون تقدير معنوي بحيث يديله دفعه للامام، ولكن لحد دلوقتي مفيش اي حد سال على عبد الله.